نقول ان احنا في لينا الرياده في المنطقه او الشرق الاوسط كله ان احنا المصنعين. وهنا مش بنتكلم بس على انتجريشن مع سوليوشن، احنا بنتكلم على تكنولوجي اوننج، بمعنى ان انت البرودكت ديزاين، السوفت وير اركتكتشر، هارد وير اركتكتشر، كل الكومبوننتس هي ديفلوبد اند مانيفاكتشرنج جوه مورسيس. احنا في ستيل فاب النهارده، ستيل فاب 2023. طبعا مجال الروبوتكس هو المكتسح دلوقتي، وروبوتس تقريبا هتعمل كل حاجه في الحياه. فطبعا واحنا في المعرض شدنا وجود روبوت من شركه مورسيس، فبنتعرف على شركه مورسيس من محمد عبد الرحمن، المدير الاقليمي لشركه مورسيس روبوتكس. مورسيس هي شركه متخصصه في تصنيع وتطوير الروبوتكس سوليوشنز، متخصصين في اكتر من اندستري او اكتر من صناعه، الضيافه او الهوسبيتاليتي، الهيلث كير او الرعايه الصحيه، الاندستري اوتوميشن او اتمته النظم الصناعيه، وصناعه الفعاليات او اللي هي الايفنت اندستري. جميل جدا. يعني حضرتك بتعمل روبوت انتجريشن لتطبيقات صناعيه مثلا زي ايه؟ طيب في مجال الاندستريال اوتوميشن احنا حاجه اسمها اوثرايز فاليو بروفايدر او سيستم انتجريتور. بنعمل ايه؟ بنعمل تحليل للاندستريال بروسيس كلها جوه المصنع، ونبدا نعرضها على العميل بتاعنا ان ازاي دي هتساعده في رفع الانتاجيه وتحسين الكواليتي. ده في صناعات كتيرة زي الشيت ميتال اندستري اللي هي بيندرج تحتيها الفابريكيشن، وتحتيها اللحام، وتحتيها التقطيع بالليزرز. يمكن اغلب الميتال اندستري النهارده الروبوتك سوليوشنز تبقى بورت منها بقوه، لان ده بيساعد، لان اغلب الحاجات العمليات اللي انا قلت لك عليها دي كلها فيها باد امباكت على العمال اللي شغالين. فمن سيفتي بوينت اوف فيو ومن كواليتي بوينت اوف فيو الروبوتك سوليوشنز هنا بقت مهمه جدا. فيمكن احنا عندنا شغل في اغلب المصانع اللي بتشتغل بتعتمد على الشيت ميتلز، زي صناعات السيارات، صناعات الستيل فابريكيشن نفسه، يمكن صناعه الاواني او الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها اللي محتاجه في الاخر عمليات تصنيع بالميتل. بره الميتال اندستري عندنا يمكن حاجات كتيره شغاله في الباكجينج، او بصفه اخص السكندري باكجينج، اللي هو من بعد ان ما البرودكت بيبقى جوه الكونتينر بتاعه. فالسكندري باكجينج لاينز كلها بنشتغل عليها بيك اند بليس، باليتايزنج، ماتيريال هاندلنج، لغايه الوير هاوس من سوليوشنز. ده يمكن سريعا كده اللي احنا بنعمله جوه الاندستريال اوتوميشن. جميل جدا. طبعا ده برضو بيندرج تحت مجال التعليم، يعني مثلا بتسبلاي مثلا روبوت لجهات تعليميه او كده. طبعا، يعني انت زي ما انت يمكن ما قلت في اول الانترودكشن، الروبوتكس دلوقتي بقت داخله في كل حاجه. فعشان نقدر تجهز جنريشن تاني كامل خالص، يعني من سواء مهندسين او تكنيشن قادرين يتعاملوا مع التكنولوجي دي، فلازم ترجع للسورس اللي فيه التريننج سنتر، يكون عنده براكتس سوليوشن اصلا من الحاجات اللي احنا بنوردها في المصانع. فده بيرجعنا للجامعات او المعاهد التدريبيه، ان احنا ازاي نعلمهم او نوفر لهم منتجات كامله بنفس السبيكس اللي هيلاقوها في المصنع، عشان يقدر يتعلم عليها ويعمل الاكسرسايز كامل جوه الجامعه او جوه الكليه قبل ما يتخرج لسوق العمل، عشان يكون متوافق مع المتطلبات الجديده اللي موجوده عنده. طيب مستقبل سوق الروبوتس عامه في الشرق الاوسط او في المنطقه العربيه؟ بص، يعني النهاردة المنطقة بتتحول في كل أماكنها، من الإمارات، السعودية، كويت، عمان، مصر، كله بيتحول لأن هو بقى هب كامل لصناعات كتيرة النهاردة، حتى جاية من برة تبقى هوستد عندنا في المنطقة بتاعتنا. فده بيعلي قوي الاحتياج للروبوتكس، لأن زي ما قلت لك الروبوتكس والأوتوميشن سولوشنز بصفة عامة اللي النهاردة بقت معتمدة على الـ AI سولوشنز اللي دخلنا في إيرا جديدة اندستري 4.0 أو كمان اندستري 5.0، كل ده في الآخر بيعلي حاجتين مهمين جدا، بيعلي الكواليتي بصفة عالية جدا، وبيعلي الانتاجية. وده اللي احنا محتاجينه مع الزيادة في البوبوليشنز اللي غالين عليها الاحتياج لكواليتي اعلى في برودكت، لان احنا بقينا نيش جدا في التكنولوجي النهاردة، ومحتاجين برودكت بسبسكيشنز عالية. اكيد طبعا. طيب كلمنا عن الروبوت ده ايه نظامه؟ طيب احنا لو نيجي بقى نرجع لواحد تاني من القطاعات اللي احنا شغالين عليها، سواء هوسبيتاليتي او هيلث كير او الرعايه الصحيه. ما فيش مشكله. احنا معانا هنا سيكتور قوي جدا، نقول ان احنا فيه لينا الرياده في المنطقه او الشرق الاوسط كله، ان احنا المصنعين.
وهنا مش بنتكلم بس على انتجريشن مع سوليوشن، احنا بنتكلم على تكنولوجي اونينج، بمعنى ان انت البرودكت ديزاين، السوفت وير اركتكتشر، هارد وير اركتكتشر، كل الكومبوننتس هي ديفلوبد اند مانيفاكتشرنج جوه مورسيس. فكده بنكونسيدر اس بير انسايتس ان مورسيس واحده من اوائل ان لم يكن اول شركه عربيه في المنطقه اللي بتصنع كومبليت تيرنكي سوليوشن ريليتد للروبوتكس والاي اي بيت سوليوشنز عاليه. الروبوت اللي معانا دويت مينلي بيستخدم از فريندلي بروموتر روبوت للقطاعات الخدميه اللي هي زي الهوسبيتاليتي، بنتكلم على مولز، بنتكلم على فنادق، بنتكلم على مؤسسات حكوميه. الروبوت فيه تكنولوجيز كتيره قوي، من اول حاجه بنسميها سيلف اوتونومس نافيجيشن او القدره على التحكم او الحركه الاليه، الروبوت بيتحرك مش ستاتيك، وبيقدر يتعرف على الانفايرمنت اللي حواليه، وبيقدر يعمل حاجة اسمها obstacle avoidance، او ان هو يحاول يبعد عن اي عائق قدامه عشان يوصل للجول بتاعه. كل البروسيس دي بتتم اوتوماتيك. هل ده نسميه كوبوت؟ كوبوت هو الكولابريتيف روبوت، منلي ده ترم بيستخدم اكتر في الروبوتات الصناعية اكتر من الروبوت الخدمية. هو سيرفيس روبوتس نقدر نسميه طبعا كوبوت، لان الكوبوت جاي من مصطلح ان هو يقدر يشتغل جنب الانسان من غير لما يبقى فيه اي اذية. فطبعا كترم تكنيكال نقدر نقول عليه بس كترم كوميرشال هو اكتر معروف عن الروبوتس الاندستريال ارمز اللي تقدر تشتغل من غير سيفتي فنس حواليه. جميل جدا والله، يعني احنا اتعلمنا حاجة جديدة وعرفنا ان ممكن الروبوت كله يتصنع في مصر، دي حاجة كويسة جدا. اتشرفنا جدا بمعرفة حضرتك، وبالنسبة لأي حد عايز يستفسر عن روبوت انتجريشن او روبوت مانيفاكشرينج من الالف للياء يرجع لمارسيس للمهندس محمد عبد الرحمن.